النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما ثبت عند الترمذي بإسناد حسن وله طرق تؤيده إلى أن يكون في درجة الحسن لغيره. قال عليه الصلاة والسلام للمسلمين: من أصبح منكم أيها المسلمون آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. انظر، من أصبح منكم آمنا في سربه، في سربه بهذا النطق يعني أنه آمن من حيث باطنه، مستقر النفس، طيب النفس، وضبطت سربه يعني في طريقه، وضبطت سربه يعني في بيته، ولو كان، لأن السرب هو البيت الذي تحت الأرض وهو صغير، يعني إن اجتمعت لك نعمة الأمن في باطنك في قلبك فأنت مستقر من حيث الأمن، فأنت مستقر آمنا من حيث القلب، وفي طريقك تمشي وأنت آمن، وفي بيتك ولو كنت في بيت تحت الأرض وهو بيت صغير مع صحة ومعافاة في بدنك، وعندك ماذا؟ عندك فقط قوت يومك، وعنده قوت يومه. فما ظنكم إذا كانت هناك أقوات كثيرة لأيام أو لشهور أو لسنوات؟ فكأنما حيزت يعني جمعت له الدنيا. وعند أبي نعيم في الحلية: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. الحذافر يعني جميع الدنيا، وقيل هي أعلى الدنيا، يعني من كان آمنا مع صحة البدن مع قوت يومه كأنه ماذا؟ كأن الدنيا قد جمعت له، وأيضا حظي وظفر بأعلى وبأفضل ما يكون من هذه الدنيا.